الخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيامان سابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلامه. السلام عليكم ورحمة الله، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا الفتور غانم يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج حياتنا أحلى. المعاق في ليبيا حقوق مهدورة وتهميش، هذا هو عنوان حلقة اليوم في هذا المساء. وضيفنا الأستاذ عبد السلام الأمير، وهو عضو بالمنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة، وسينضم إلينا إن شاء الله خلال هذه الحلقة على الهاتف الأستاذ المبروك عبد الغني، وهو رئيس لجنة إدارة المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة. كما سينضم إلينا إن شاء الله الدكتور محمد الهاشمي الحراري، وزير الحكم المحلي الأسبق. أرحب بك أستاذ، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبتين بك. أستاذ عبد السلام، بداية، على من يطلق هذا المصطلح ذو الاحتياجات الخاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هو في مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة وفي مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة، ونحن نستعمل في ليبيا كلمة المعاقين. طبعا المعاقين طبعا هي الكلمة دي فيها صفة سلبية، فأصبح الاسم الآن على الأقل معترف به اللي هو أو المسمى الدولي ومعتمد في المواثيق اللي هي الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. لأن ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم أن الكلمة رنانة وممكن ما زال في نشوف فيها ألطف، لكن ذوي الاحتياجات الخاصة مريض السكر ذوي احتياج خاص، صاحب النظارة ذوي احتياج خاص، فهو مش من ذوي الإعاقة. فذوي الإعاقة ممكن يجي من تحت ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هناك تباين بين المصطلحين، بين ذوي الإعاقة وبين ذوي الاحتياجات الخاصة. الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص اللي عندهم إعاقة بدنية، سمعية، حسية، طويلة الأجل. ممكن ينطبق عليهم الاسم الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الاحتياجات الخاصة هم الناس اللي عندها احتياج خاص، حتى مريض القلب وعنده حبوب. لفظ أشمل. أشمل أكثر شمولية فيها. يستخدم أحياناً مثلاً في موضوع المفوضية ومشاركة سياسية يقولوا ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه يخاطب في الجميع. العجزة يعني الشيبين، وزي ما نقول واللي يخاطب فيه الناس اللي ما هيش ذوي الإعاقة بس ما هيش وبنفس الوقت عندها احتياج خاص، فهي خاطبها الأميين من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. طيب لو نظرنا بصورة أضيق، كيف يمكن يعني أن نعرف هذا المصطلح ذوي الإعاقة؟ من هم الناس الذين نستطيع أن نطلق عليهم هذا اللفظ؟ كويس، عندنا في ليبيا عندنا تعريف خاص في قانون رقم 587 اللي يتكلم عليه الأشخاص ذوي الإعاقة أو المعاقين، يقول كل من له نقص حاد في ذهنيا أو بدنيا أو عقليا أو جسديا، وهذا النقص يؤثر في سلوكه العام في المجتمع أو في تعامله في المجتمع، ونفس الوقت هذا يكون ممكن منذ الولادة أو مكتسب. يعني أعطاها الصفة الطبية أو بصفة عامة. نعم، هذا التعريف الذي في القانون رقم 5 لسنة 87 صحيح؟ هل هذا ينسجم مع التعريف العالمي لذوي الإعاقة أو يتوافق؟ الإعاقة فيها مفهوم، مفهوم الإعاقة في المعايير الدولية تبدأ الإعاقة عندما نصطدم ببيئة غير مرحبة بهم للتيسير بالوصول، هنا تبدأ الإعاقة. نعم. كون أن هناك إعاقة جسدية أو حسية أو إعاقة ذهنية موجود للتعريف هذا، لكن هذا لا يسمى بالإعاقة. الإعاقة عامة تبدأ لما في بيئة غير مرحبة بهم، ويصبح هنا إعاقة. كيف غير مرحبة بهم؟ ما يستطيع التنقل، ما يستطيع أن يتواصل مع الآخرين بسبب البيئة مش بسبب إعاقة. يعني نستطيع أن نقول أن المحيط
وأن البيئة تشكل إعاقة مضاعفة للشخص صاحب الإعاقة. أكيد. الفكرة وين؟ الفكرة الشخص مثلا على سبيل المثال شخص من إعاقة الحركية أو كفيف أو مثلا من الصم وضعاف السمع. صم وضعاف السمع لما يمشي للمستشفى ويلقى مترجم إشارة في المستشفى إعاقته ولت صفر. لأن إعاقة تواصل. نعم. مجرد ما يشوفوه وما يقدرش يوصل شن عنده يجيبوا له مترجم إشارة ويترجم للطبيب إعاقته أصبحت صفر. هنا البيئة شوف كيف تعرقل وكيف صحيح. تخليه تساوي صفر. في الحقيقة نعم. هو عنده مشكلة صحية لكن أنت أصبح إعاقة لما البيئة هي حزت. هذا المفهوم الجديد. نعم. طيب نظرة العالم مع مرور الزمن للشخص المعاق يعني مرت بمراحل كثيرة. لعلك أستاذ عبد السلام تعطينا بإيجاز لمحة تاريخية عن هذه النظرة. شوف في مواقف من زمان من مثلا في اليونانيين زمان قديم الزمان كان ينظروا للإعاقة مثلا الصم ضعاف السمع لا يستطيع التعلم فينحرم مثلا مش مهم يتعلم. مدينة فلاطون هذه المدينة الفاضلة من توصياتها يطرد منها المعاقين من هذه المدينة يعني شوف أنت الفكرة. نعم. في العصور المسيحية في عصور النهضة كانوا يسخرون منهم الأشخاص ذوي الإعاقة في وبدأت المسألة الإعاقة تتطور بشوية وبدأت التعليم في شكل منفصل في 1880 وبدأت بشوية بشوية الحركة تتطور فيهم. لكن احنا لما نجي نوقف مثلا في مرحلة الإسلام وكيف تعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مرحلة نور كانت في هذه الفترة لأن أعطاهم المكان السليم والصحيح لأن تعامل معاه أن الله لا ينظر إلى صوركم. نعم. فهم متساوين. صحيح. يعني قمة المساواة مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يولي عبد الله بن مكتوم كان كفيف. صحيح وهو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالإسلام أعطيه قيمة للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بالأمم اللي بجنبهم وقتها مش موجودة. نعم. فهذا مرحلة كانت متقدمة في التاريخ اللي فات وممكن قاعدة متقدمة حتى علينا احنا في ليبيا للأسف. شوف 1400 سنة يعني لما نجي في عهد عمر عبد العزيز كان مدار إحصائيات لذوي الإعاقة كان يصرف لهم في مال كان عاطي للكفيف قائد يعني حد يقوده ويصرف عليهم بيت مال المسلمين كانت فرصة عمل كان للمقعد في من يساعده فالموضوع هذه اسمها تدابير وهذه هي اللي تخليه يعيش في حالة اندماج مع الغير مش منعزلش لأن في عهد الإسلام عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما أعطي المكانة العالية للكفيف وكان لعبد الله المكتوم الله عز وجل لم أعتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم عبس وتولى عبس وتولى يعني إن الله عز وجل يعني الموضوع له قيمة عالية فحتى السلف الأول الخلفاء الأولين كان له قيمة من باب أن فاهمين أن الله عز وجل أعطي قيمة الموضوع يعني الآن نستطيع أن نقول يعني أن التعامل مع الشخص المعاق والشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة قد بلغت ذروتها من الرقي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبدو أن هذه المعاني وهذه الأفعال من الرقي في التعامل مع الشخص المعاق يعني بدأت هذه المعاني تنجزر عراها وإيدا يعني وتمشي القهقرة لذلك الآن مثلا نرى أن هناك ربط بين الإعاقة وبين العجز لا يزال من الأمور البديهية الموجودة في المجتمع الليبي على الأقل لماذا لم نشهد تغيرا ملموسا في المفاهيم الخاطئة عن الأشخاص من ذوي الإعاقة المشكلة الفكرة في ليبيا الحكم المسبق في معظم الأمور بما فيها في ذوي الإعاقة مجرد ما يشوف شخص من ذوي الإعاقة عنده انطباع لأن هذا ما يقدرش وما يعرفش هو حتى في البيت مرات وهذا من خلال تواصلنا مع هلبة أخوة وأخوات من ذوات الإعاقة أختهم اللي عندها إعاقة شوية ما يحيروهاش ما يكلفوهاش بأمور البيت يعاملها معاملة فيها شفقة باعتبارها ما تقدرش وهي تقدر وهذا في حقيقته يزيد يضمر الموضوع ما يدفعش
احنا لما شخصيا نشوف او نشوف في موضوع حديث صلى الله عليه وسلم يسأل على الاذان، قال له تسمع تعالى، هو في الحقيقه اوكي الطاعه للاذان والاستجابه لصلاه الجماعه، هذا من نعم. جانب، من جانب ثاني ما عزلاش، الله جميل والله، من جانب ثاني ما عزلاش الله. على المستمع، ما عزلاش على صلاه صحيح. الجماعه خمس جميل. اوقات لازم يجي، لازم ينزلش. اذا نعم. كان الرخصه هذه موجوده معناها يعني ايه، حيصبحوا دائما ذوي الاعاقه معزولين من، وهذه قضيه ثانيه. اتسمع النداء اذا فاجب. فاجب خلاص، من ناحيه اجب للصلاه ولصلاه الجماعه، ومن الناحيه الثانيه ما نعزلش عن المجتمع. هذه فكره اللي هذه روح المعايير تو حاليا اللي هي موضوع الاندماج. الآية القرآنية تأكل حرج عليكم وتأكل جميعا أو اشتاتا. نعم. النبي الصحابة وقتها كانوا ما ياكلوش مع الكفيف لأن خافوا أن ياكلوا لقمته لأنه ما يشوفش، وخافوا أن صاحب الحركة ياكلوا أكثر منا لأنه صعب، فكانوا ياكل بروحه مش تعفف بس شفقة به. شفقة به، ونفس الوقت ماهيش عفة، بنفس الوقت هو إثار إنه ياكل أفضل هيك. لكن الله عز وجل رفع عليهم الحرج إنه ياكلوا جميعا أو اشتات، يعني كان بياكلوا بروحهم ياكلوا. نعم. وكان بياكلوا في هذه من نواحي، من زوايا الثانية. نعم. في شرع. نعم. وهذه النظرة، نظرة الشفقة ونظرة الرحمة، صحيح أنها شيء طيب، لكن هذه قد تؤثر على المعاق، تؤثر عليه نفسيا أقصد. كيف يمكن يعني أن تؤثر هذه النظرة وهذه الشفقة على نفسية هذا الشخص المعاق، وبالتالي تؤثر على كفاحه وعلى شخصيته وعلى حقه الطبيعي كإنسان؟ ما هو لما يشفق عليه مش هو من دافع أنه ما يقدرش، هذه المشكلة. إحنا الشفقة والإحسان والخلق الطيب هذا مطلوب، لكن لما يبدأ دافع أن هذا ما يقدرش ويحكم عليه أنه ما يقدرش ولازم يشفق عليه، فهمت كيف؟ ويعيش على حسنات الآخرين، معناها هنا عزلته، خششته في قضية ثانية. صحيح. أنا مش محتاج إلى إحسان لهالدرجة. أنا أعطيني فرصتي نعيش معاك. ما تقوليش لا ما تقدرش تو نعطوك فلوس من الضمان، أنت ما تقدرش تو نعطوك فلوس من صدقات رجال الأعمال، وأنت ما تقدرش، لا، فهمت الفكرة وين؟ نعم، وإن شاء وهذا الله السبب تعطي الانعكاس. نعم، وإن شاء الله يعني نحن سنتكلم عن هذا بشكل أوسع أستاذ عبد السلام، لكن الآن ينضم إلينا الأستاذ المبروك عبد الغني، وهو رئيس لجنة إدارة المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة. حياك الله أستاذ المبروك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ المبروك، للمنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة دورا فاعلا وجهدا واضحا لمناصرة هذه الشريحة من المجتمع الليبي، بل وتدريب وتأهيل كوادر فاعلة تعمل لخدمة هذا البلد ولخدمة ما يحتاجه هذا البلد، لو تحدثنا بشكل أوسع عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي بدل حد اشكركم على استضافتكم في القناه، وتكلمكم على ما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وعمليات التنميه وبرامج التنميه الخاصه بذوي الاعاقه. ونحب نشكر السيد عبد السلام الامير صديقي واحد المناضلين ذوي الاعاقه والمناصرين لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه على انه كان معكم اليوم في القناه. بالنسبه للمنظمه الوطنيه الليبيه لتنميه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والاشخاص ذوي الاعاقه، هي احد مؤسسات المجتمع المدني اللي هي تشتغل على عمليات المناصره لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وتنميه الموارد البشريه. طبعا هذه احدى المؤسسات اللي تاسست في 2011 وتشتغل وفق القوانين والتشريعات المحليه الموجوده الان في ليبيا واللي ينظمها قانون مؤسسات المجتمع المدني. احنا كأي مؤسسه من المؤسسات هذه نشتغل بالامكانيات المحدوده وسط الجهد المبذول، نحاول ان احنا نوظفوا حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وسط البرامج الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والاطر والتشريعات الدوليه اللي توصلها للعالم والمجتمع العالم الان، ونحاول ان احنا نصلحوا الوضع الحالي الان اللي هو يعني يمر به ذوي الاعاقه زي ما تكلم عليه اخوي عبد السلام الامير فيما يتعلق بعمليات التنمية وعمليات المناصرة والتنمية. نعم. نعم. أستاذ المبروك، كيف تتابعون كمنظمة حالة ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، وما هي أبرز الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها لهذه الشريحة؟
والله يا استاذ الكريم، احنا لما نتكلم عن الواقع الليبي لذوي الاعاقه واقع مريع جدا يعني، وممكن يعني لو ان الواحد ينزل للشارع او يشوف المؤسسات اللي هي تقدم في خدمات لذوي الاعاقه في ليبيا، سواء كان الاطفال او الشباب او المسلمين، حتشوف مآسي يعني. فاحنا مثلا نتكلم من الطفوله يعني، الان الطفوله والاشخاص ذوي الاعاقه حقوقهم في التعليم وحقوقهم في الرعايه الصحيه يعني تعتبر سيئه جدا. يعني مثلا لما نتكلم عن الرعايه الصحيه للام الحامل واللي بترتب عليها ان هي نقص في التغذيه ونقص في الضغوطات والظروف الاجتماعيه، نعم، خاصه حين يكون في طفل احمل لاحد الامراض اللي هي يسموها الاوتيزم او انه ينتج عنها طفل عنده داون. نعم. يعني طلع الطفل يعني يحملها جسم صحيح لكن حتكون عنده امراض نفسيه. اذا كان الطفل ولد باعاقه يعني بتكون عنده مشكله في عمليات الرعايه الصحيه والادويه مش موجوده، ونفس الطبيعات والمشاكل اللي ترتب عليها. نعم. خلال خاصه خلال السنوات هذه، وهذا كله حينتج عنا واللي تم تسجيله والملاحظات اللي لاحظناها احنا كمنظمه من خلال التقارير اللي وارده من المؤسسات الصحيه والمستشفيات ووزاره الصحه، ان ارتفاع كبير جدا جدا في عمليات الولادات للاطفال ذوي الاعاقه، الاطفال اللي هم مولدين باعاقات وخاصه الاعاقات التوحد والاوتيزم، بالاضافه الى ان احنا حقوقهم هذه للاطفال، ممكن نتكلم عن الاطفال الان اللي في عمر الدراسه، المشاكل اللي ترتب على التعليم وزاره التربيه والتعليم واللي احنا نعاني فيها، واللي احنا خلال العام الدراسي الماضي هذا 2015 2016 واللي تعرضنا فيه لقضية التعليم ومشاكل التعليم من وزارة واتخاذ قرارات سلبية جدا وهزيلة في حقوق ذوي الإعاقة والمعلمات وإيقاف المعلمات على التعليم والمشاكل والمزوبعة اللي كانت في الماضي، هذه القضية اللي احنا عاقلين عليهم، هذا أدى سلبا إلى حقوق الإنسان أو حق حقوق الإنسان. أستاذ المبروك، أستاذ المبروك، الاتفاقية الدولية تحوي 25 أو 30 حق تقريبا، ما هي أبرز هذه الحقوق وما هي الحقوق المتحققة منها للمعاق في ليبيا؟ والله إذا كان تنظر للواقع ما فيش حق من الحقوق هذه تحقق نهائي إطلاقا لأن الاتفاقية مجرد حبر على ورق. يعني الآن الاتفاقية تم التوقيع عليها في 2008. نعم. من 2008 إلى 2016 لم يتم المصادقه. لما تتكلم عن المصادقه بتحط اليات المصادقه، بتحط عمليات الرصد، عمليات المتابعه والتحقق واثبات الحالات والانتهاكات. الى حد الان الدوله من خلال مؤسساتها الحكوميه ودوائرها القانونيه والتشريعيه لم تستطع ان هي تحط اليه المصادقه في مكتب الامم المتحده او في الصف الخاص بالمصادقه الامم المتحده، بليبيا في مكتب الامم المتحده في نيويورك. وهذا الامر سيء جدا جدا. ليش؟ لان فيه ترتب عليه ان ايقاف عمليات الرصد والمتابعه وايقاف عمليات الاموال اللي هي ممكن تنضخ لليبيا بحيث انها تشكل لها لجان للرصد والمتابعه لتطوير الكوادر وتاهيلها ورفع من كفاءات الناس المتخصصين في 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 معالجه ذوي الاعاقه والقضاء على الاعاقه في ليبيا. نعم. هذا كله نتيجه لان الركاكه في عمليه تنفيذ هالبرنامج البسيط، يعني نتيجه فيه بسيط جدا. لكن هذا الشغل احنا نتفاجئ بان كله عمليه مواصله، ان الحكومه الفلانيه ما زالت تاجل، ان المسؤول الثاني ما زال متخش الاجراء. يعني هذا برنامج الامم المتحده الامنيه الان في دول حضرنا في 2016 احنا حضرنا في الدوحه مؤتمر للتنميه 16 هدف او 17 هدف من برامج التنميه المستدامه في العالم وكان على مستوى العالم. احنا الان تاخرنا ما يقارب عن كم حوالي ما يقارب عن 10 سنوات الخلف. هم يتكلموا الان عن مرحله العشريه 2030 في التنميه وواضعين 17 هدف يشتغلوا عليها. نعم. الان مع الناس أثاث نهائي. نعم. أستاذ المبروك، عذرا على المقاطعة من أجل الوقت، أنا أريد في الحقيقة أن أسألك عن جزئية. أنتم كمنظمة تهتم بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة
رفعتم قضيتين في وزارة التعليم، في وزارة العمل والتعليم، نعم، ما هي الأسباب؟ أول شيء احنا بننطلق شغلنا أو عملنا والأهداف اللي بنشتغل عليها، اللي هي عملية المناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعملية الثانية اللي هي عملية أو الهدف الثاني اللي هو مسؤول عليها اللي هي تنمية الموارد البشرية. حق التعليم هذا حق أساسي ما يختلفوش عليه الاثنين، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أنزل من سبع سماء أول آية أو أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ، يعني بمعنى أنك تتعلم، وهذا أمر كلنا عليه كل الحياة الإنسانية أو كل التعليم الديانات والدين الإسلامي تكلم عليه. فهي حق التعليم هذا حق أساسي ما يختلفوش عليه. نعم إذا كان صحيح. الآن في 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 في, في المشكلة اللي صارت في وزارة التعليم خلال حكومة الإنقاذ مع السيد الوزير التعليم باتخاذ إجراء إيقاف حوالي ما يقارب 20 معلمة، وكل معلمة كانت حوالي عندها 4 طلبة ترعى فيهم يعني في الفئات الخاصة، يعني أوقفت حوالي ما يقارب عن كم يمكن 400 طالب أو 500 طالب بالإضافة للمعلمات الأخرى الثانية. نعم استاذ المبروك، استاذ المبروك هو يعني تم تحويلكم للهيئه العامه لصندوق التضامن كمقترح وكحل سريع، لماذا رفضتم هذا الحل؟ استاذ الكلام طبعا من جميع المشاهدين، اذا كان الهيئه العامه لصندوق التضامن الاجتماعي مؤسسه تأسست في 1983، هذه أحد المؤسسات القديمة جدا، الآن تشتغل بتشريعات وقوانين قديمة جدا. أنا اللي متفاهم مع مؤسسة تشريعاتها قديمة والكوادر اللي فيها ما عندهمش قدرة على أساس أن هم يعرفوا، لأن عندهم القدرة والكفاءة والتدريب اللازم اللي يتحصلوا عليه باش أن هم يرفعوا مستوى كفاءاتهم بحيث أن هم يتوافقوا القوانين والتشريعات القديمة من حيث الرصد المتابعة وإن هم يكونوا في مستوى تنمية الموارد البشرية. هذه المؤسسة عندها مراكز الآن في الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مش قادرين إن هم يوفروا خدمات تدريب وتعليم وتأهيل للعناصر أو الأطفال من ذوي الإعاقة الموجودين عندهم من ذوي الإعاقة. نعم. يعني يعتبروا فيهم كأنهم سجون، كأنهم معتقلات. الله المستعان. يعني أنت تحط فيه، لا هذا كلام واقع. انك انت لما تجي طفل او شخص معاق تحطه في مركز وما توفرلاش شكرا توفر الحقوق من تاهيل وهذا التاهيل تدريب، هذا تعتبر انت شكرا في معتقل، وهذا واقع. نعم وضحت الفكره. شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ المبروك عبد الغني رئيس المنظمة الليبية الوطنية لتنمية ذوي الإعاقة، كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك أستاذ عبد السلام، الآن تنوع الإعاقات والتباين في مستوى العطاء لهذه الشريحة، هل يعني تغير الحقوق بين مستوى إعاقة عن غيره، مثلا بين شخص فاقد البصر وبين شخص يعاني إحدى المتلازمات مثلا؟ هو في فرق للأسف، الكفيف مازال أفضل حقوقه أفضل من مثلا متلازمة الداون. متلازمة الداون يقع تحت طائلة الطبيب يحدد حتى الأهلية، وفي منهم من ظلمه وفي منهم قدرتهم العقلية كويسة أذكياء مستوى متقدم وفي منهم لا، فكلهم متعاملين بنفس المعاملة. نعم للأسف. فهذا نتيجة القوانين المعمول بها، هذا نتيجة القوانين المعمول بها. فمثلا زي ما قلت لك الكفيف أو الإعاقة السم أو الحركية مازال أحيانا أفضل في الحقوق أكثر من متلازمة، رغم أن في ناس متلازمة داون رياضيين وجايبين، لكن يجي في موضوع الأهلية يوقفوه، شيء ظلم. صحيح ظلم فعلا عملته، وهو يطلع يمثل في ليبيا أحيانا. ورأينا هذا وتشوفهم انت في التو في شباب في البرلمانيه من ذوي الإعاقة متلازمة ما شاء الله تجي في اللقطه هي، لان في طبيب قاعد يعني، وهذا جزء من المناهج اللي تعتمد فيها ليبيا في التعامل، هي طبعا خاطئه بصراحه للاسف يعني. نعم استاذ عبد السلام نستاذنك في الخروج لهذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نواصل بعده باذن الله، حياكم الله. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير.
حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المعاق في ليبيا وعن الدور المهمش للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا. وضيفنا هو الأستاذ عبد السلام الأمير، عضو المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة. أجدد لك التحية أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، القوانين في ليبيا كما ذكرت لنا قبل الفاصل لم تنصف المعاق أبدا. قانون رقم 5 لسنة 87 مثلا يقول بأن التعليم والعمل مزايا ومنافع ولا يراها حقا طبيعيا وحقا أصيلا للمعاق. كيف تعلق على هذا؟ نعلق ان لما نجي للتعريف اللي ذكرته من بكريكا في الدوله الاخرى، وكل من عنده نقص كذا وكذا وكذا وما يقدرش يخش في المجتمع، سواء كانت مكتسبه او منذ الولاده، وفي نفس الوقت يجي المجتمع يقول له لا انت ما تقدرش تتعلم، خليها لك ميزه. فهمتني كيف؟ فهنا الفكره، السؤال اللي ديما ينطرح والمفهوم اللي ينطرح، الاعاقه كيف تصير؟ الاعاقه تصير من وين؟ تصير احيانا من القوانين. صيم القوانين، لما انت تقول القانون رقم 5 لما يتكلم عليه الباب الثاني يقول العمل والتعليم والارتياد لاماكن عامه ميزه، ما اعطانيش حتى حق المقاضاه. حق والله غريب، سبحان الله. يعني عندنا شباب في عمرنا من الارياف نحرمهم من التعليم، لانه مشى للمدرسه الصغرى قال المدير ما عنديش من ندير لك، ولا توا لا يقروا ولا يكتبوا. فهمتني توا كيف؟ ليش؟ لان اذا هو رجل بسيط وفلاح وريفي وقنيه المقاضاه ما فيش قبلها، ولا توا ما فيش حتى تمشي بتقاضي، ما اعتقدش تقدر تقاضي التعليم تقول لك كيف انت ما تديرليش مفصل مهيئ لكرسي متحرك. وهو شنو هو التهيئه؟ فصل مهيئ. شنو فصل مهيئ؟ باب كبير يخش فيه بكرسي متحرك، سليطه، هذا بالنسبه لكرسي متحرك مثلا، وحمام مهيئ، ولا اثنين وتمت، ويقدر يقرا اسوء من الاخرين. يعني هذه القضيه، هذه احدى المعوقات. هو جاهز لكن هذا في اعاقه قانون. فهمتني تو كيف؟ احدى المعوقات القانونيه احيانا لما تجي يقول لك الطفل ذو الاعاقه ممكن تحطه في دار الايواء، انت تحبسه، انت شو قاعد تدير له في دار الايواء؟ توكل فيه وتشرب فيه وخلاص. سجن. سجن بحكم الاعاقه، هذا سلب لحريته، هذا في المعايير الدوليه ما يمشيش، هذا لازم انك انت توفر له الخدمه اللازمه لاهله، توعيهم كيف يتعاملوا مع ابنهم، توفر له الناس كيف هم يجوا يتعاملوا معه في فصل بيته في فصل اهله، مش تعزه. طيب ماذا؟ هذه احدى مسببات الاعاقه، يعني هم مسببات الاعاقه، حتى طبعا امكانيه الوصول. طيب بما انك تكلمت عن مسببات الاعاقه، طيب لو تعددها لنا مثلا. عندنا يقول كيف تعمل الاعاقه؟ مثلا امكانيات الوصول للمرافق العامه صعبه. هذا الاندماج في المجتمع صعب، التنميه المستدامه ينحرم منها، لانه هو ما يقدرش يمشي للسوق، ما يقدرش يمشي لبلديه طرابلس اللي قاعد دروج، ما يقدرش يركب، يمشي الجوازات ما يقدرش، ما فيش كيف يقيموه ويشاملوه ويعتمد على الغير. وهذا في الاخير هذا طبعا انتقاص من حتى كرامته الانسانيه، يعني كل شيء بيديروه للثانيين. فالمحاضرات والممرات هديه هي بتسهل عليه في الدخول، هذا على سبيل المثال. في حتى تدابير ثانيه تندار للكفيف، في تدابير ثانيه تندار زي ما قلت لك لمترجم الاشاره اللي هو للصم وضعاف السمع. احنا كيف نقولوا العداله والمساواه؟ كيف نقولوا نعدلوا في تقديم الخدمه رغم ان كفيف وحركه وصم وتوحد؟ كيف نقولوا احنا نبوا بنعدلوا ما بيناتهم؟ انا بنعدل ما بيناتهم، بنقدم لهم الخدمه اللي هم يبدوا اسوه بالاخرين. يعني عفوا، لما نجي لمكان ونلقى فيه دروج و10 سنتي باش يركب المواطن مرتاح، انا بجنب ندير منحدر، لانه هو في مواطن بيركب. صحيح. هذا مواطن حتى هو بيركب، علاش خممت في هذا ما خممتش في هذا؟ فهني هذه التدابير هي اللي تحقق العدالة، هي اللي تحقق. أنا أريد أن أسألك عن القوانين والمعايير الدولية، كيف يمكن الاستفادة منها في إحداث تغيير في القوانين؟ لكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال من الدكتور محمد الهاشمي الحراري وزير الحكم المحلي الأسبق. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك، مساء الخير. أهلا
اهلا بك، مساء الخير. اهلا بك وبضيفك العزيز الاستاذ امير ومشاهديك الكرام. اهلا وسهلا بك دكتور محمد. لا تزال حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في ليبيا خارج نطاق التغيير والتعديل، ولا يزال ينظر للحق وكأنه منه من المجتمع. سؤالي هو: كيف تقرأ محتوى هذه القوانين، وهل هي صالحة وكافية لكي تعطي الأشخاص من ذوي الإعاقة حقهم الكامل في المجتمع؟ الحمد لله أشكركم على هذه الاستضافة. اخي فاضل، لحد الان ما زلنا نتكلم، عندما نتكلم على الاشخاص ذوي الاعاقه زلنا نتكلم على وكاننا ما نفعله من اجل مكرمه، ما زال النظر اليه نظره الشفقه، ما زالت النظره هذه النظره الاجتماعيه حقيقه انعكست داخل القشرة في ذاتها. لما بيشرع نفسه الذي شرع لهذه الجهه شرع بهذا المنظور، بمنظور الشفقه، بمنظور المسكنه، بمنظور المواطنه بذاتها. انا اسمح لي اخي الفاضل، كنت اتصورت بعد حضرتك هذه الثوره العزيزه الكريمه. الان اتكلم عن الاستاذ عبد السلام نمير الذي اعرف انه في كل المجالات تجده في كل المحافل ما شاء الله عليه، وهذه النقابات وهذه الجمعيات الكثيره الان متكونه للاعاقه. الان لابد حقيقه لهؤلاء الاشخاص ان ياخذوا زمام مبادره. كل بعض القوانين بعض كثير من الحقوق، ولكن ليس نعم. عفوا دكتور محمد، عفوا الصوت فيه تقطع وخلل من مصدر الاتصال، لو الإخوة يعيدوا الاتصال بك حتى نسمعك بصوت أوضح، عذرا على المقاطعة دكتور. نحن مقطوع الكهرباء الساعة 10 صباحا ولهذا عذرنا يا أخي. نعم، هو الصوت الآن فيه وضوح على فكرة. طيب دكتور عفوا، يعني هل القوانين الموجودة الآن هل هناك مادة تعطي الحق لذوي الإعاقة في التوظيف والعمل؟ نعم، القوانين الموجودة وفيها أيضا قوة نسبة معينة من أعطي قانون إدارة المحلية محسودة قلتها 2012 ذوي الإعاقة، لا ليس هناك تطبيق لهذه القوانين. حتى القوانين السابقة تعطي 6% من الملكات الوظيفية تطير وظائف العامة ذوي الإعاقة. الإشكالية أيضا من يتابع ومن ينفذ؟ لا تحت الكورة يثبت في ملعب اتخاذ ذوي الإعاقة قسم أو غير العمالين. نعم، عفوا دكتور، عفوا دكتور، عدنا للتقطع في الصوت، لو الإخوة يعيدوا الاتصال بك يكون أحسن. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الهاشمي الحراري. أعود إليك أستاذ عبد السلام، يعني كنت قد سألتك قبل مداخلة الدكتور محمد عن كيف يمكن الاستفادة من القوانين والمعايير الدولية في إحداث تغيير في القوانين الموجودة حاليا. شوف، أبرز شيء في الاتفاقية هو قضية التمييز، عدم التمييز. لما تصدر قوانين فيها العقوبات، لما تصير تمييز، يعني لما نمشي للعمل ويطردوني بسبب إعاقتي، أو طالب يتلز بسبب إعاقته، أو صار تمييز بأي شكل من الأشكال ونمشي للقضاء والقضاء في مادة ترجع لها ويتعاقب، هذا وفق المعايير الدولية هيك صار تطوير للقوانين. هذه من ناحية. نعم. من الناحية الثانية إمكانية الوصول، هذه لما يصير فيها حتي نوع من لأن إمكانية الوصول توصل للتمييز، أنت ما درتليش منحدر وما درتليش مهيئ لكفيف وما هيئتش للصم، فأنا ميزتني، فأنا طلعتني من المجتمع نقدر نقاضيك. قضية تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص يعني أسوة بالآخرين، فهمتني كيف؟ قضية أن الطفل هذا تحميل اتفاقيات دولية أنه يعبر عن نفسه ويعطي قدراته، مش تعزل تقول ما يقدرش. نعم. وتقول له لا برا يمشي، يقروك في التضامن او حولوك. نعم. على ناس ثانيه. استاذ محمد، الان انا سالت الدكتور محمد هل هناك قوانين تعطي الحق للشخص من ذوي الاعاقه في التعليم وفي التوظيف اسوه بغيره من المواطنين الاصحاء ان صح التعبير.
أنا لم أسمع في الحقيقة الإجابة، لكن الذي بدا لي أنه قال هناك قوانين لكن هذه القوانين لا تطبق. لا، طب في قرار في 2012 من وزارة العمل أنه تخصيص 5% من مؤسسات الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، 5%، يعني من شخص ذوي إعاقة مؤهل، مش لأنه من ذوي إعاقة، مؤهل ومن ذوي إعاقة له الأولوية بالقانون أنه يخدم. نعم. جاب مؤهلاته، قاري جامعة، قاري محاسبة، قاري أي نوع من العلوم، ويقدر يشتغل يخدمه ككوتا 5%. المؤسسة هذه لازم تخدمه، فهمت كيف؟ هذا موجود في 2012 صادر، بس المشكلة في التطبيق. المشكلة شكون يلزم التطبيق؟ كيف أنا إن هذا اللي لما ما يخدموش، وصار لبعض الشباب، احنا درنا دورة وأربع شهور للأشخاص ذوي الإعاقة في الكمبيوتر في الحاسوب اللي هي نتاع العمل التأسيسي، وبعدين مشوا بها الشباب لوزارة العمل وباش يمكنوه. هذا دور في 2013. نعم. وباش يمكنوه بحجة للأسف يعني قالوا ما عندناش مدلول لكم، وما عندهم قانون وباش يطبقوه. يعني أنت قبل الحلقة قلت لنا أن شخص من ذوي الإعاقة يعامل في المجتمع وكأن إعاقته يعني مشكلة خاصة به، يعطى مبلغ من المال، مبلغ محدد، والسلام عليكم. هو جزء من هيك، لأن هذه نظرة الإحسان تتعامل على الموضوع أنها مشكلة فردية، وفي الحقيقة هي مش مشكلة شخص، هي مشكلة مجتمع. نعم، مشكلة إعاقة مشكلة مجتمع، جزء من الحل للمجتمع. احنا هنا في القناة جزء من الحل، ودرنا مترجم إشارة والصم سمعنا اليوم. صحيح. جزء من الحل والصم سمعنا وسمع التوعية اللي تصير في ليبيا في الدين، لأن في هلبة من الصم ما يعرفوش شو صاير من حديث شريفة، من تشريعات، من مش ميقدرش يتبع. فلو فرض هذا جزء من الحل كمجتمع، ليش تفرج عليه ونقول له مسكين؟ فهمت قصدي الفكرة؟ وضحت. فهذه كيف تبدأ مشكلة فردية، فالعبء يجي على الدولة الإعاقة، فتستاسع اللي هو ما بين الدولة الإعاقة والمجتمع، ماشي يبدأ حتى إمكانية اندماج المجتمع تبدأ شبه مستحيلة. نعم. في سياق الحديث عن المبلغ المحدد وعن هذه المنحة التي تعطى للشخص من ذوي الإعاقة، المرأة التي تعاني من إعاقة إذا تزوجت تسحب منها هذه المنحة. للأسف. لما؟ يسحب منها المنحة باعتبار حصل تعائل شرعي. هي طبعا جت في إطار قانون معاش الأساسي، وهي المنحة اللي أعطيت أو المساعدة المالية أساسا أعطيت بسبب إعاقتها. وبسبب إعاقتها ولما تتزوج تتقص عليها للأسف، وكأنها المشكلة انحلت لما تتزوج. وهذا طبعا يعني قعد القانون ماشي ويسعوا في تغييره، وهذا طرحت القضية أكثر من مرة حقيقة، مش أنا أنت ونطرحها، وفي مساعي إنها تتغير القوانين. للأسف في ليبيا على مر 40 سنة فاتت وما زال هذا الفكر، الأشخاص ذوي الإعاقة تعاملوا معها كمشكلة، ما تعاملوش معها تنوع بشري ومشكلة مجتمع، مشكلة فردية حطوها في إطار معين واختزلت في مواد معينة وفلوس وسيارة، ورغم أن السيارة ما يقدرش عليها المعاق، غالية كانوا يجيبوا فيها وسيارة، وكان هذه مشكلتها وتنحل. هو جزء من المشكلة المال أوكي، لكن العمل واندماجه في المجتمع هو الجزء الأكبر. أنا يعني كيف نجي لشباب أصبحوا معاقين بحادث وأصبحوا معاقين بسبب الجهاد، نجي نعطي فلوس ونقول له شكرا وقعمس، حياتهم مش فلوس، مش مجتمع بيطور من نفسه. صحيح. ممكن يواصل دراسته، يواصل دراسته، يتزوج، يواصل تعليمه، يتزوج، مش فلوس نقول له فمن له. وهذه مشكلة تانية. طيب، هل تسعون لتغيير هذه القوانين؟ إلى من تستندون؟ من يعينكم في تغييرها؟ احنا حاولنا، اشتغلنا على الدستور كثير، وحاولنا وبفضل ربي مجموعة مؤسسات عاملة في مجال ذوي الإعاقة، ووصلنا لرأي وتوافقنا مع جماعة الدستور في نص ذوي الإعاقة تحديدا، وعلى أساس حقوقي الصرف، وكان ممتاز، وكان في جهد، يعني من ناحية الجهد في جهد، في مساعي الآن لحكاية إن الاتفاقية تخش في إطار التنفيذ وتصبح ليبيا طرف أساسي، رغم أنها موافقة لكن مازال سق المصادقة في إجراء مازال ما تمش، قاعد في مساعي، وقاعدين في مساعي إن نطوروا في موضوع مفاهيم الإعاقة في ليبيا، إن البداية تبدأ
من التوعية الحقيقة. والتوعية جزء منها مؤسسات مجتمع مدني وجزء منها دور دولة، لأن إذكاء الوعي يبي تدريب ويبي ورش عمل ويبي برامج زيادية في التلفزيون ويبي برامج مختلفة، لأن المشكلة كبيرة، لأن الإعاقات كثيرة. الإعاقة في مدينة طرابلس مش نفسها في باري، مش نفسها اللي في جالو، البيئة مختلفة، كل ما كانت البيئة مختلفة. أنا قال لي صديق، سبحان الله، يعني صديقي كفيف تلعب دور هام جدا. صديقي كفيف كان في غريان، قال لي تكلفية 3 جنيه الخبز، أنت تشري فيها بربع جنيه أم ربع جنيه. قلت له علاش؟ قال لي نمشي نخلف سيارة، نمشي نخبز ونودي السيارة. حول ولا قوة إلا بالله. قالت البيع كيف مختلف؟ قال لي أنت هنا في طرابلس قاعد تحتك المحل، ممكن أوحد تبعته. صح. فالبيئة مختلفة، كل ما كان رياف كان الموضوع معقد أكثر. فهذا المفاهيم لازم تتغير، لازم. طيب قبل القوانين وقبل هذه المعايير وقبل هذه النصوص في الدستور، ألا نحتاج إلى تغيير الثقافة المجتمعية؟ أكيد. وتغيير هذه الأفكار البدائية ربما. أكيد. نعم أكيد. إحنا من 2011 نشتغل على مواضيع التوعية الحقيقة. إحنا كمنظمة اشتغلنا، زرنا ما يعني في 2014 و15 المنطقة في ليبيا، وكنا نديره في طاولة مستديرة، وكنا نديره في ورش عمل من أقصى الشرق لأقصى الغرب للجنوب، وكنا نحاول نوصله في فكرة المعايير والمفاهيم وتتغير المفاهيم، لأن عندنا مشكلة، مشكلة المسؤول ومتخذ القرار ومشكلة أشخاص ذوي إعاقة أنفسهم. لازم يفهم، نفهم كنا جميعا ما هو الواجب وما هو الحق، حتى نقدر نتكلم ونطالب بحقنا بشكل سليم وفق معايير طبيعية. نعم. يعني مش حقي اني ناخذ فلوس من الدولة، يعني حقي اني بنتعلم نعلم صغاري والصحة وسكن لايق وحقي في الحياة وحق كريمة أسوة بالآخرين. أنا محتاج لمجموعة من التدابير تديرها الدولة، نبدأ متساوي مع الآخرين. عندنا مشاكل التوحد، توعية الأم وتوعية الأب كيف يتعامل، هذا يبي مبالغ كبيرة مع طفلة وابنة. عندنا مشاكل تدخل المبكر والنطق، هذه قضايا كبيرة، هذا لازم الدولة تساهم فيها. نعم. أستاذ عبد السلام، سؤالي الأخير لك، إلى أين وصلتم اليوم في عملكم لإحداث التغيير ولإحداث الفرق في وضع ذوي الإعاقة؟ والله الحقيقة مش يأسين، احنا بصراحة احنا في طور نعدنا في ورشة عمل مع مجموعة البلديات، باعتبار البلدية هي الآن حكم الوزارة المحلية، ومحتاجين نكلموها ونقولها لازم إمكانية الوصول تساهمي فيها المرافق على الأقل في محيط البيئة. عندك كم مصرف لازم تتواصل مع المصارف إنه يهيئوا المصارف، قضية المصارف كبيرة. وزي ما تكلمت المرة اللي فاتت ولما مشينا ليتر هون، إحنا حكينا لنا شرطي المرور قال واقف على المصرف، يجيني يعني بالكرسي متحرك يقول لي صرف لي الشيك، أيام في سيولة مش قادر يركب، يقول له بالله ويركب للخزينة، يقول له لازم يجيني صاحب الشأن، هو مش قادر يركب. الله المستعان. فهمت هو الفكرة، فلازم يهيئوا القضية هدية، كم في مصرف، كم في مدرسة، كم في مستشفى، كم في مرفق، كم في مطعم. يعني عائلة، أنا بتكلم شوي خطاب عاطفي، عائلة عندهم خوم إعاقة حركية، خشوا المطعم يجيبوا له هو برا، مش خشوه قضية. نعم. يعني تنعكس، فهمت؟ ف والموضوع هذا الحق هذا لو تمكننا من المستضعفين والله عز وجل حينظر فينا، يعني حتى نعم. كأمة ليبية مسلمة بصراحة، حتى من جانب الدين ومن جانب الأخلاقي، يعني ما بدأش موضوع معناه هيك معزول على المجتمع ولا أولى برا. التضامن ما يقدرش يكبح حق التعليم وحق العمل وحق الحياة الكريمة وحق السكن، لا كلنا ما يقدرش يوفره لأنه صحيح ما عندهاش طاقة هذه. شكرا. شكرا لك. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام الأمير، عضو لجنة المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك على قبول الدعوة. بارك الله. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه الليلة. لكم مني أنا محبكم الفتوري غانم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمنا بتغيير شباب حقق حلم.